فلعبت فولي لغايه ما وصلت ان انا هخش منتخب مصر. جات الثانويه العامه هادمه الاحلام لكل الناس هادمه الاحلام والطموحات كلها. كل الاهالي بيفتكروا ان لا ثانويه عامه يعني اي احلام عندك لازم تنهيها. ليه؟ عشان لازم تذاكر. طب ممكن اذاكر وانا حرام والله كم الرعب اللي احنا عشنا فيه ده بثانويه عامه وبيتنا مغمومين شهور مرعوبين وتصحى ناسي كل حاجه توقف كل حاجه حياتك كلها بتقف. فانا وقفت موضوع الفولي كمان في الثانويه العامه. فايه اللي حصل وانا قاعد بذاكر بسمع مزيكا فبدات احفظ اغاني كتير جدا. انا بذاكرش طبعا عمال احفظ في اغاني بشغل مزيكات. المزيكا عماله تاخدني اكتر عماله ايه ده بحلل وبحلل وانا مش فاهم على فكره. ما عنديش جيتار اصلا ما عنديش اي حاجه بقى خالص واحفظ كلمات اغاني ومش عارف ايه وبتاع. فده ساعدني بقى عندي مخزون كبير جدا من الالحان جوه دماغي.